إلى جميع عشاق الكسكس، إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة، شهية ولذيذة، صحية وسخية، مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة: كسكس متوسط، كسكس رقيق، كسكس القمح الكامل، وكسكس الشعير. فاجئي نفسك مع كل وصفة. إكسترا بنان، هذا مكان. عطروا الاجواء نتاعكم ما شاء الله، هذه الريحه تاع لافونت. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناه سميره تي في في برنامج سفاري، معكم الشيف ساره وسكان والتخصص تاعي تركي. اليوم جبت لكم الكالامار، والطبق الثاني حوت محشي بالسلق. نروحوا دركا لطريقه التحضير ونقول لكم المقادير، ومن ثم انايا نوجد في الاكل نتاعي. نبداو دركا على بركه الله. بسم الله العظيم. بسم الله. انا لهنايا الخضره تاعي راهي خاسك طايبه، فورتها كيما راكم قاعدين تشوفوا، وعندي جلبانه هذه لهنايا راهي طايبه هكذا بهذا الشكل، يعني تشي ديل، يعني ماشي نيه. بسم الله. هنايا نحطوا زيت سيفيا، يعني بالتركيه الى فايديوروس يا دايديوروم، نزيدوا ولا زدتوا بشكل ده. النار لهنايا راهي متوسطه، وفي الدار نتاعكم ما خدموا على نار هاديه بالشكل هذا. نجيب مغرف تاع حطب، كاشيك تاع حطب. لهنايا نحط الكالاماغ نتاعي يتقلى، لهنايا رايحه جو في فيغ سوتي لي ليغوم تاعي انا، يعني رايحه نقليهم مليح ونزيد لهم الملح والبهارات. شوفوا بالشكل هذا، لهنايا انايا خدمت بزيت زيتون كما راكم قاعدين تشوفوا، واللي تحب دير بزيت سونغو دير سونغو، انا نحبهم في زوج يعني، لكن من المستحسن زيتون خير. شوفوا راهم قاعدين يتقلاو على نار متوسطه، مش على نار هاديه، على نار مش على نار عاليه، لخاطر الى راكم رايحين تخدموا على نار عاليه هذا يتكمش، واللود فيجيتاسيون تاعو راح يخرج تمتم، يعني الماء تاع الكالامار او تاع الخضر راح يخرج، يعني هو الطبق رايح يطيب بصح كل الفيتامينات نتاعو رايحين يفقدوها، يعني تشم فيتامين لا رمز كاي بدر بهذا الشكل، يعني هذا شوفوا الماء كيفاش راهو قاعد يخرج بالعقل. وهنايا نروحو نزيدو بازاليا، يعني الجلبانه راهي طايبه، شوفوا كيفاش. راهي طايبه هاي لك، هذه نحيوها نرجعوها. من المستحسن ما نديرش هكا باسكو راهي معبيه زيت زيتون، نحركها هكا خير. لهنا رايحه نزيد لهم ساري مساك، يعني الثوم. الريحه تاع زيت زيتون مع الخضر والكالامار ما نحكي لكمش راهي تشهي. الوغ لهنايا ساري مساك الى باي ديورم، لهنايا قيس زوج ستينات، يعني اكيدش ساري مساك ياكل شك. لهنايا تانا غير تحطوا الثوم تطلع ريحه الماكله بنينه. وبيان سور في الطبق هذا كاين الكمون والزنجبيل
زنجفيل بالتركيه، زنجفيل يعني كيما بالعربيه زنجبيل، ونزيدو تدريجيا لي زيبيس بيزين بهارات لا رمز يافاش يافاشا الى بادجاز، يعني واحده تلو الاخرى هكذا. لهنا راهم خسك طيبين، راهم خسك طيبين، حاولوا انكم تفوروهم على نار هاديه، تشوفوا يعني تفوار يعني على نار هاديه، يعني غير شكل على النار العاليه، يعني الطبخ فن ماشي يروح وطيب. شوفوا رايحه نزيد البهارات، كما تعرفوني انا في المطبخ التركي ما نقدرش نستغنى على الفلفل العكري اللي هو كرمزي بيبار يا دا بو بيبار يا دا اجي بيبار. انا هدايا سومك نخدم به لخاطر متواجد بزاف في الاسواق الجزائريه، نجمو تلقاوه في كل لي سوبرات بسم الله، وماشي حار. لهنايا زدت سومك اللي متواجد عنده البهار تاع الترك يدير تاع الترك، اللي مش متواجد تاع الترك يدير تاع الجزائر، اللي هو الفلفل العكري الحار ولا الحلو على حسب الذوق. زنجفيل يعني زنجبيل، سكنجبير، بودره، والفلفل الكحل كارابيبر بالشكل هذا، والكمون، والكركم. لهنايا نحركهم مليح. هنا كيما الماء تاع الكالامار ولا تاع ليغوم ولا تاع اللحم الدجاج، تخدموا توجور بناقصه بنار، يعني حتى كيما تطبخوا طريقه يعني الدرجه تاع الطياب نتاعها لازم تتعلموها، تطبخوا على نار هاديه ومن بعد على متوسطه. لهنا راهو شبه مستوي باسكو راه الاستواء كيما رايح يطيب، راهو رايح يطيب اوسي في الفوخ هكذا بهذا الشكل. نقلبوهم مليح ونزيد شويه بهارات الكالامار تاعنا حنا. بزمان ما هما يطيبوا انا يا رايحه ندير الروز تاعنا حنا، نقص ونروح نطيب الروز نتاعي. الروز طبخ الارز على الطريقه التركيه، بزاف خطرات تقولوا لي مدام ساره كيفاش يطيب الروز على الطريقه التركيه. على الطريقه التركيه تسخنوا الطنجره تاعكم مليح ونزيدوا الزيت، ونزيدوا الزيت، ورايحه نستعمل من السمن نتاعنا حنايا تاع الوليمه بسم الله. راهو ينفتح فاسيلمون ما شاء الله. هنا رايحه نحل السمن بسم الله. السمن هذا غير شريو منه باسكو انا ندير به المالح والحلو، كيما شفتوا معايا الحلقه اللي فاتت درت بها المحل بي، انعم المحل بي، المحل بي زدت فيه المسمن السمن باسكو علاه الريحه تاعو ما شاء الله، الريحه تاعو يعني صدقوني صدقوني ريحته خفيفه. سيغتو المقروض، المقروض يتخدم به شباب المتقبة، كل ما هو تراديسيونيل مليح ليها الواليمه. الوغ لهنايا واش قلت لكم، سخنتوا الطنجره تاعكم مليح. الوغ هكذا ندير، عندي لهنايا زوج كيسان، عندي لهنايا زوج كيسان تاع روز، تغسلوهم مليح، تنحيو له النشويات نتاعو حتى يتصفى الماء تاعو مليح، وتنقعوه يولي بالشكل هذا حبه بحبه. الروز تنقعوه في الماء 30 دقيقه، فوق 30 دقيقه كيطيب، دقيقه كيطيب يتكسر بسم الله.
لازم يخرج الحس هذا لازم. الو رايحين نقليوه، نزيد السكر، عفوا نزيد الملح، نزيد الملح مغرف صغيرة، ونزيد فيه مغرف سكر باه ما يجيناش صامت، ورايحة نزيد فيه زعيطرة كيكيك. ورايحة نزيد فيه بالشكل هذا كيكيك ونقليه. هنا رايح يتقلى مليح، يعني تقليوه يعني قد ما قدرتو هكذا، وتقفلو وتقفلو عليه. اللي تحب تدير بسمن، بالزبدة، بالمارغرين، لكم الاختيار. لهنايا رايحة نزيد فيه شوية فلفل كحل وكمون باه ما يجيناش صامت. حاولوا ترحيوا لي زيبيس نتاعكم نتوما في البيت احسن. انا الطبق هذا تاعي راه واجد، درك نحطه دركا في المول. لهنايا رايحه نزيد الملح، قريب نسيت الملح، بسم الله، سينو تجينا الخضره صامته. ونزيد في الكالامار نتاعي، سابزالي كالامار، يعني كالامار بالخضرة. نزيد شوية توزي لاباتم، أضفت الملح، كارشتريورم يجي، هنايا الخضرة تاعنا حنايا راهي طابت. الحس اللي رايحين تسمعوه يعني الروز نتاعكم رايح يستوي على الاخير بالشكل هذا. عندي لهنايا سي جاكسو، الكاس اللي عبرتوا به الروز رايحين تعبروا به، هذو ما ذوك نلمهم، رايحين تعبروا به الماء. بسم الله واجدين للحس، بسم الله. هذا هو الحس اللي حبيت نسمعوه باه تشوفوه. لا زوج، ثلاثة، ربعة، وتنقصوا عليه كس أتاش. رايحين تنقصوا عليه على نار هادية تماما. هنا نطفي على الكالامار باسكو راهو طاب، ونروح نجيب المول تاعي باه نخدم لاصوص بيشاميل. من بعد نطفيو على النار. حنا كيما راكم قاعدين تشوفوا الخضره تاعي راهي استوت، درتنا لها بهارات، درنا لها الثوم. ما تحركوهاش يعني بالمغرف، تخافوا يعني لا تتكسر لكم لي ليغوم. ولهنايا تحطوا الكالامار فوقها، شوفوا ما شاء الله، شوفوا هذا زيت زيتون لازم يروح في البلا، يجي ان بلا لويلو يعني ياله مزيت هكذا. اسمعوا كيفاش راهو يتكتك الروز. لهنايا نروحو نخدمو لاصوص بيشاميل تاعنا حنايا. لاصوص بيشاميل تاعنا حنا انا عندي لترا نص، نص لترا نقصه شويه برك. هنا في سميرة تي في اون مونك دو ريان، الحق كاين كلش، واش يحبو الشاف نلقاوها لهنايا. لهنا رايحه نستعمل الفارينه تاع لهنايا. بون كيما تكونوا في الدار، كيما تكونوا في الدار رايحين تحمصوا الفارينه تاعكم انتوما باه يكون فيها واحد لوغو انان الماس باللذات، يعني كيما يكون فيها ذوق خرافي لا بيشاميل تاعكم انتوما. رايحين تحمصوها
مي لهنايا انايا مشني رايحه نحمصها، رايحه زوج تنلم جوج تنلمها باه تولي لي اون بون بيشاميل. لهنا كيما عودتكم بير تابيل بير كاشك تابيل ما اون، يعني لهنايا اون بون كويير تاع فارينه، مغرف معبيه تاع فارينه بالعربيه. لهنايا شوفوا بالشكل هذا، نزيد شويه برك جي تريشي. نديروا لا فارين تاعنا حنا هكذا. لهنايا نجبد لا المغرف. لهنا راني قاعده نحمص في الفارينه نتاعي، لهنايا كيما يقولوا بالتركيه بيزيم اونوموز يجي كافوردوم. لهنايا راني حمصت مليح الفارينه، ونزيد باه نحركها باللفوي. خارج النار لهنايا رايحه نحطها فوق النار ونستعمل فيها، نقص فيها شوي ونحط فيها شويه فرماج، ان كوب دو فرماج، بير كوب باينير كويجام، بير كوب يعني كوب واحد، ايه هذا الشكل. ونزيد فيها شويه سمن، كما قلت لكم انا السمن هذا نستعمله في كلش. هاكا بير كاتشوك سمن هكذا، والفخوماج نحطوه كامل هو يدوب وحده بهذا الشكل، ونروحو نخلطو. ودوك تعقد لنا لا كريم بيشاميل تاعنا حنايا، لا صوص بيشاميل تاعنا تولي على شكل كريمي. لهنايا لا صوص بيشاميل تاعنا حنايا راهي طابت، شوفوا كيفاش ولات، شوفوا. اونترتون لهنايا رايحه نحط الزبيب نتاعي انا يكمل الطياب نتاعو، باسكو الروز تاعنا حنايا راهو قريب يستوي بالشكل هذايا. شوفوا مازال ما شربش بزاف الماء، شرب كاريمون الماء تاعو، نخليه يطيب. اوكي ولهنايا نروح نفرغ لاصوص بيشاميل تاعنا حنايا، شوفوا بالفخوماج الله الله. لهنايا ها نزيدو نديروها على اخر، نلمو كلش. مشاهدينا الكرام انا لهنايا كملت طبخت الارز نتاعي اللي بالزبيب، وكملت الكالامار تاعي بالخضر، رايحه نحطو في الفوغ على 200 درجه ونرجعو بعد الفاصل. يعني ريكلام دانسونرا سيزادون لم رايحين نديرو حوت بالسبانخ، ما تروحوش بعيد ريحوا معنا. مشاهدينا الكرام عدنا لكم من جديد، كما وعدتكم قلت لكم رايحين نديرو اسباناك لبالك، يعني رايحين نديرو حوت بالسلق. لهنايا جي شوازي دو بياس دو دوغاد، نجمو تقدروا ديروا ميرلون. رايحه نتبلهم، رايحه ندير لا مارينات صح. هنا نجبد الغيسيبيون تاعي، نحط لي دو بياس تاع دوغاد، تقدروا ديروا ميرلون، ما كاش البوري ما ديروش البوري
هكذا. لكن اول حاجه حبيت نقص الحوت باه نمارينيه مليح، نقصوه بالطريقه هذه باه يتمارينا مليح. مسكينه قصيت لها جناحتيها. الوغ بهذا الشكل بيان سيغ تكونوا منقيينو، قصيتوه بالشكل هذا. شوفوا هو مفتوح ديجا ولكن انا زدت فتحته. جو في مديباغاسي دو سا. الطبله هذه اللي نقص فيها اسمها طحطه، يعني الخشبه اللي يقصوا فيها الخضر والفواكه. لهنا نسحق زيت زيتون، زيتينيا، والحوت اللي يقول الحوت يقول قارص. اللي ما عندوش القارص ينجم يدير الخل، لكن بالقارص احسن. ليمون هذه التتبيله تاعو، لازم نعصروا مليح القارص. انا حبيت به بالتشيكر داك نتاعو، يعني به بالزريعه تاعو، حتى الزريعه يعني تلعب دور. مد شويه هكا بنا، يعني ريحه طي شويه مراره فيه. رايحه ندير صاري مساكي لباذنجان، رايحه نزيد لها الثوم. لهنايا نطيش القارص تاعي انا. لهنايا رايحه نزيد الكمون، تعرفوا مليح باللي الحوت يحب الكمون هكذا. ونزيد الفلفل الكحل، ونزيد شويه بول بيبر، يعني الفلفل العكري. انا هذا راه يجي كل ديما في الـ في الـ في الاكل نتاعي، لازم نزيدو. نروح نخلطهم هكذا سون زوبليي لو سال، عفوا سينو يجينا الحوت صامت هكذا. الروز نتاعنا حنايا راهو طاب، رايحه نماريني الحوت نتاعنا حنايا. شوفوا كيفاش ماريه بالشكل هذا، واكيد راكم تشوفوا في السلق تقولوا واش رايحه دير بالسلق. هو تانا رايحه نحشيه في الحوت. شوفوا شوفوا بالشكل هذا بالطريقه هذه، ونحطوه في الفريجيدار لمده ساعه. نخليوه هكذا فوالا. حنا راح كملنا، نروح نغسل يديا. لهنايا من قبل ما نروحوا للسلق، الرز نتاعنا حنا راهو طاب حبه بحبه، طاني طاني بشمش. نزيد شويه، نحكموا بابيي ابسوربون، قطعته كامل. اسراف بصح من بعد نستعملوه. شوفوا شوفوا مليح هنا راهو طاب. شوفوا مليح حبه بحبه، حتى الزبيب طاب معاه. شوفوا ما شاء الله، هاوليكو يعني لا تقص لا والو، درت حس كبير. الوغ نحكموا نغطيوه هكذا وتخليوه يولي ان الماز بير بيرينش بيلاف، يولي هايل محتشم، يعني يولي هايل. يعني ما بانيش كيفاش رايحه نشرحها لكم بالعربيه، لكن نتمنى وصلت لكم الفكره. الوغ يولي شباب في الذوق، شباب في الاكل، ويعدي تمتم. عندي لهنايا الملح، رايحه نحط، رايحه نذوب السلق نتاعي بالملح كيما راكم قاعدين تشوفوا، اسباناك يعني. ورايحه نحط فيه الثوم، راني قاعده نزيد بيدي، ونزيد الليمون. نروح ندبلهم، رايحه ندبلهم بيدي ونحشي بهم الحوت. شوفوا كيفاه،
شوفوا كيفاش بالملح والخل رايح يذبال. شوفوا شوفوا يعني ريحة السيترون والثوم والسلق، حاولوا يعني تديوا الأفكار تاعنا حنايا جديدة وتجربوها، ويعني صحية للغاية. شوفوا 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 كيفاش راهو دبال بالملح والقارص. وتنجموا يعني اللي ما قدرتش تشري الخل أو اللي مش متوفر عندها يعني بيردان يعني فجأة لا ديسيدي دو فيغ لا روسيت هذه، تقدر تسخلفها بالخل. الله ريحة تشهي على الكيف. نجبد أنا لو مول تاعي. من داك تكون الحاجه قدامي وما نشوفهاش. الوغ بسم الله رايحه نزيدها شوي. عفوا ورايحه نزيد، رايحه نحشيها. شوفوا شوفوا راهو دبال، ما كان له طيبوه. يلا بسم الله شوفوا كيفاش نحشيه بالسلق بالطريقه هذه. اهم شيء تكونوا ضيقين الملح بالطريقه هذه. يا سلام الله شحال نحب لا كويزين تاعي، ما نكذبش عليكم والله الحمد لله. ورانا قاعدين نديروا في الوصفات نتاعنا حنا غير باه تتعلموا انتوما. شوفوا ما شاء الله على خيرات بلادنا ما شاء الله. شوفوا هكذا ايه ما شاء الله. نروح نلم ونغسل يديا. مشاهدينا الكرام انا لهنايا كملت الوصفات نتاعي، نروح نحطه في الفرن ندريسي الطابله تاعي ونتلاقاو بعد الفاصل ان شاء الله. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا. كما شفتوا وجدنا مع بعضنا الكالامار بالخضر، كانت الطريقة تاعو جدا سريعة. وذرت أروز بزبيب وحطيت فوقه كما راكم شايفين اللوز المحمص، والحوت كما راكم شايفين بالطريقة هادية كانت سهلة محشي بالسلق. بصح ما تنساوش أنا كما قبل ما ندخلوا اللوفور بليت البابي كويسون وحطيته فوقه وزدت فوقه الألمنيوم ودخلته في الفور على 200 درجة. نتمنى الوصفات نتاعي يعجبوكم وتجربوهم وتتوفقوا في تحضيرهم. ودرك ما عليا غير نقول لكم كان ديني زيت شوك هي باكن بيقرش ماك الزارد. سلام. جميع عشاق الكسكس، إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة، شهية ولذيذة، صحية وسخية، مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة: كسكس متوسط، كسكس رقيق، كسكس القمح الكامل، وكسكس الشعير. فاجئي نفسك مع كل وصفة. إكسترا بنان، هذا مكان.